أبعد عن القصف 2 كيلومتر. هذا بشكل مباشر القصف عندنا. ور زرعين ثلاث ور جت قذيفة واحترق أنوار. الحز احنا جعل نزرع ونحط والله العظيم الحزاني متكلف يجوز 12 مليون والله العظيم ما عرف حصد ألا ما حصل. يعني مين بينه يعني. بين وبين حدود ما في 2 كيلو. نحن عمال اجى لعندنا عنا بيشتغلوا بالزرع فول واجى قصف من تركيا ما بيناتنا 2 كيلومتر. العمال تركوا الزرع وراحوا. نحن هلا العمال لحد اليوم ما يعني ما فينا يرجعوا يكملوا شغلهم. أما في القرى المحاذية لخطوط الجبهة فيعاني الأهالي من مزاجية حرس الحدود التركي، وبالتالي عدم قدرتهم على إدارة أعمالهم اليومية والقيام بها في أرضهم إلا بمزاجية حرس الحدود التركي، فيتم أحيانا استفزاز الأخوة المزارعين في أراضيهم وإطلاق النار باتجاههم وذلك لإجبارهم لعدم القيام بزراعة أرضهم، بالتالي هذه الأعمال تؤثر على مستوى معيشة الأخوة المزارعين.